رحمة الله، تأهل عشية اليوم فريق اتحاد البليدة إلى الدور النصف النهائي لكأس أول نوفمبر لكرة القدم على حساب اتحاد الجزائر. المباراة التي حضرها الزميل عبد الحفيظ شايب تتبعها جمهور غفير جدا. الشوط الأول تميز بتسجيل محاولات من الطرفين، كانت بدايتها عن طريق الزيري وحاج عدلان من جانب اتحاد العاصمة. أنا نلاحظ على الصورة وهذه المحاولة من حاج عدلان قذفته تمر جانبية، رد عليها المحليون بواسطة حركاس في البداية بهذه القذفة والكرة تصطدم بالقائم، ثم مجاهد من اتحاد بريدة كذلك الذي يحاول في عدة مناسبات، وتدخل الحارس البارع بن ملاط. أخطر محاولة هذه لصالح حركاس التي اصطدمت كرته بالقائم رغم تدخل الحارس فريد بن ملاط. ينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. الشوط الثاني بدأه البليديون بهدف عن طريق بلال جواني في الدقيقة 17، وهذه الصورة المعادة وفرحة كبيرة للجمهور البليدي الذي حضر بكثافة إلى الملعب. رد فعل الاتحاد العاصمة كان عن طريق حاج عدلان الذي ضيع فرصة ثمينة أمام الحارس ساسان، وتدخل الدفاع البليدي الذي أنقذ الموقف، وكاد اتحاد البليدة بعد ذلك من إضافة هدف ثاني عن طريق حركاس الذي مرت كرته جانبية. آخر محاولة في المباراة كانت لأيت بالقاسم من جانب اتحاد العاصمة، ولكن تدخل الحارس ساسان لتنتهي المقابلة بتأهل اتحاد بليدة الذي سيواجه شباب باتنا في الدور النصف النهائي.